السلام عليكم، أبغى أشرح لكم اليوم كيف تسوي صورة شخصية لبطاقة الأحوال للجواز ولا شيء عشان تقدر ترفعها عن طريق الموقع من جوالك بدون تكلفة، بدون فلوس، بدون ما تروح لمتصور، بدون أي شيء، بس من جوالك وتصممها وترفعها عن طريق الموقع. أول شيء ادخل على البرنامج الأصفر، حط الفلتر اللي يعجبك وصور الصورة من الصدر وفوق زي كذا صورة زي كذا واحفظها. طيب بعد ما صورت الصورة ادخل على الصور وادخل على نفس الصورة اللي انت صورتها واضغط عليها بقوة زي كذا لين تجيك بالشكل هذا. شوف اضغط عليها بقوة زي كذا، بعدين اضغط على مشاركة، بعدين راح اضغط على نسخ، بعدها اطلع، بعدها ادخل على اي محادثة في الواتساب واضغط لصق زي كذا، راح تجيك الصورة بخلفية بيضاء، ارسلها واحفظها مرة ثانية من الواتساب كذا حفظ. الحين جاك بالصور عندك صورتين، الصورة هذه والصورة اللي بالخلفية البيضاء. الحين كيف نخلي مقاسها 4x6 مناسبة للأحوال والبطاقة والجواز والأشياء هذه. كل اللي عليك بس تروح تدخل على البرنامج هذا، تحمل البرنامج هذا، هذا هو شوفوا هذا اسمه وهذا اسمه بشكل أوضح، بس تضغط عليه فتح زي كذا، بعدين يجيك إعلانات شيء قفلها مباشرة، بس تضغط على كذا، بعدين تروح تضغط على كلمة معرضي، بعدين تروح تضغط على الزايد الموجود تحت هنا، بعدها هنا تنزل أهم خيار اللي هو هذا، شوف الخيار هذا تخليها MM وتحط هنا بالمربع الأول 40 وبالمربع الثاني 60 وتضغط أوكي، راح يطلع لك الخيار هذا. تروح تضغط على المربعات هذول، بعدين تضغط على الكاميرا اللي موجودة هنا، بعدها تروح تختار الصورة اللي بالخلفية البيضة وتجيك زي كذا، صغرها خلها مناسبة، نزلها زي كذا يعني خلها مناسبة للشاشة للصورة، ارفعها كبرها شوي زي كذا، نسقها بحيث انها تكون مناسبة بنفس الصورة زي كذا، بعدها اضغط على الصح، بعدها اضغط الغاء واضغط بمكان بالشاشة واضغط على السهم واضغط حفظ بتنسيق PNG. والحين بعد ما خلصنا ندخل على الصور وراح نحصل الصور هذه اللي بخلفية، هذه اللي بدون خلفية بس انها غير مناسبة، وهذه الصورة الأخيرة المناسبة لبطاقة الأحوال والأشياء هذا. وكذا أنت قدرت تصمم صورة شخصية 4x6 وانت جالس بالبيت بخطوات بسيطة وببلاش.